وش افضل، اشتري جهاز تو نازل في السوق ولا اخذ الجيل اللي قبله او اللي قبله؟ وايضا وش الفرق بين اجهزه زي 70 و 71 50 و 51 من سامسونج؟ خلونا نتعرف سوا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخوكم فيصل السيف وحلقة جديدة من أسئلتكم واستفساراتكم. نبدأها على طول، هل يفرق مميزات وخصائص السامسونج A70 ضد A71 وهل يستحق التغيير؟ تستحق التغيير؟ عن نفسي لا أرى أنه يستحق التغيير لأنه في تحسين بسيط، وكاننا نقول إلغي جيل وروح للجيل اللي بعده. فإذا عندك 70 انتظر لل 72، تعديل الأرقام اللي هي 70 لو جاء 70S جاء 71S، في تعديلات بسيطة قاعدة تصير على نفس المنظومة، ما هي بالتعديلات الضخمة اللي تخليها ترتقي من سلسلة إلى سلسلة أخرى أو من رقم إلى رقم ثاني. فاستثمارك في سلسلة المتوسطة بالذات الـ 50 والـ 70 أشوف أن استثماره المفروض يمتد لسنتين، مش أنك تأخذ جهاز 70 العام وتجي الحين تأخذ 71. هذا من وجهة نظري، وعليك دائما بتقييم الخيارات والخصائص اللي موجودة في نفس الجهاز وتشوف الشيء الأفضل لكم عشان استثماركم يصير صح. أنا معي 3500 ريال بس أهتم بالشاشة والبطارية وأكثر شيء الأداء، بس ما أهتم بالكاميرا، وش الجوال تنصحني أشتريه؟ إذا يهمك البطارية بشكل كبير في خيارات البطارية ممتازة، نتكلم على اللهم صل وسلم على محمد الميت 30 برو، بطاريته كويسة، نتكلم على بطارية كويسة مع سلسلة السامسونج، نتكلم على لحظة شيء يعني أوكي أقدر أجيب لك جوال مرة جواب غريب، خذ لك جوال يناسب احتياجاتك بما أنه الكاميرا ما أنت الشيء الأساسي عندك، خذ لك جوال يدعم شريحتين وكرت ذاكرة، وخذ لك بنك طاقة، وخذ لك شاحن قوي لبنك الطاقة أو شاحن ممتاز يدعم هذا الجوال بشحن سريع زي جوالات الـ 71 اللي دوبي ذاكرها أو الـ 51، هتلاقي أمورك كويسة. إذا أنت بس تبغى عشان بطارية وعشان شاشة نوت 10 لايت ما حتعدي الـ 2000 ريال، وأيضا حيكون عندك بطارية ممتازة وحيكون عندك أيضا شاشة ممتازة، فقط عليك أنك تأخذ بنك طاقة عشان تضبط أمورك. خذ لك بنك طاقة من سامسونج حتى بطلع طاقم جدا رايق عليهم، ليش لا؟ ومن باب التأكيد لو مثلا اخترت مين 30 وأحد الأجهزة برضو، شوف مراجعة الجهاز وشوف الخيارات والقصائص اللي موجودة في هالجهاز ومنها قيم هل يناسبك أو لا. أبغى أشتري لابتوب سعر $1000 وأقل شيء يساعدني في دراسة الجامعية بتخصص هندسة كمبيوتر، علما أن الجوالي آيفون. أتمنى أرى سؤالي وجوابي إن شاء الله. إذا أنت بتشتري جهاز $1000 يساعدك في هندسة كمبيوتر، ما وضحت لأي قطاع أو أي جزئية من الهندسة، ولكن الواضح أنه حيكون في برمجات جدا بسيطة، $1000 أي جهاز تشتريه حيكون جدا ممتاز بهذا السعر. بل أيضا لو تكلمت على $800 $600 حتلاقي أنه دائما الجهاز حيدعمك بشكل كويس. إذا عليك الحين اختيار جهاز يمكن يناسبك من المنظومة الحالية اللي أنت موجود فيها، وإذا جوالك آيفون وأخذت جهاز مثلا ماك بوك هتلاقي أمورك جدا كويسة، ترسل ملفات لبعض وتروح تجري لبعض وبطاريته تأدي وتخارج أمورها جدا كويسة، وأيضا مع الهندسة بيساندك بالشكل هو الصحيح. فتوضيح البرامج والأشياء اللي حتسويها في دراستك أيضا بتساند بشكل كبير عشان نعرف الهدف الأساسي من اختيارك، لأنه لو شفنا دراسة عادية يعني ويندوز أو نقدر نقول برامج أوفيس صارت متاحة على الماك بشكل كامل، نتكلم على البرامج الأخرى هي برامج ما تحتاج رندرة قوية أو معالج قوي، ما هي بحقة جرافيكس، ما هي بثري دي، فهنا خيار أي خيار بتاخذه إن شاء الله بيكون كويس بحدود $800 وفوق. أشتري جهاز فلاكشيب نسخة قديمة أو شراء جهاز متوسط حديث، خصوصا أنه ما في اختلافات كبيرة في السعر؟ أوكي ما في اختلافات في السعر ولكن في اختلافات بالخصائص. فمثلا لو شفنا النوت 9 وجينا شفنا 71 هنلاقي نوعا ما في أسعار متقاربة ما بين الاثنين، ولكن النوت 9 جايب معاه قلم مو الكل هيحتاجه، وايضا الكاميرات الاماميه والحساسه اللي موجود فيها مختلف عن ال71 والبصمه اللي موجوده في الشاشه وطريقه الشاشه نفسها. فعليك انك تاخذ الجوالين وتشوف التقييم بينهم، لانه فعليا لو شفنا الوطن العربي والعالم بمختلف اقتصاديات العالم هنلاقي انه الجهات او الدول اللي فيها بريميوم ديفايسز تمشي اللي هي الاجهزه الغاليه تمشي دائما، هنلاقي انه في الدول اللي اقتصادها متوسط الاجهزه اللي صارت أو كانت بريميوم العام في هذه السنة بتمشي كثير، وهذا نلاحظه بالتحديد في أوروبا. ولو رحنا أوروبا هنلاقي في تركيا وفي بولندا وفي بعض الدول اللي نقدر نقول اقتصادها متوسط أجهزة اللي كانت فلاكشيب وكانت أساسية ب 3000 ريال العام الماضي أو اللي قبله تنتشر هذه السنة أو السنة اللي بعدها، فتأخذ لها سنة سنتين وبعدين تستمر في البيع لأن أسعارها صارت أرخص وأفضل للناس. وما بالكم بواحد عنده نوت 6 ولما يجي يشتري يشترى نوت 9، شيء حلو ولا لا؟ صح ممتاز شيء حلو،
طيب ترى اللي في السوق الحين هو النوت 20 على سبيل المثال، بس برضه خياره كويس. ليش فيديوهاتك 50 فريم في الثانية؟ ما الاختيار صار على الإجماع مع نفس القناة مع نفس البرودكشن تيم الشباب الموجودين هنا، أجمعنا أنه 50 إطار في الثانية هو الشيء الأنسب لنا من ناحية التصوير بالعدة بالعتاد اللي عندنا الكاميرات اللي هو الهاردوير، وأيضا من ناحية الإديتنج والسوفتوير. بس ليش السؤال؟ ضايقهم توقع 50 إطار؟ أيهما أفضل، هواوي ميت بوك إكس برو أو السامسونج بوك آيون اللي عادة ما نزل؟ اوكي ما نزل يعني شلون ما حكم عليه، ما جربناه بشكل كامل ولا نزل. يعني اشتري لابتوب حق الهواوي او انتظر السامسونج؟ انتظر الجهاز ما ندري اذا هو بيجينا بشكل كامل بيكون مدعوم بشكل كامل اللي هو سامسونج. عن نفسي فقدت الامل في سامسونج بلابتوباتهم ان يجيبوها بشكل كامل عندنا، عندهم لابتوبات قويه حتى كروم بوكس نزلوا بشكل جدا قوي في امريكا، ولكن سوقنا ما يتحمل انهم ينزلوا هذه الاجهزه كون ما في الكثافه السكانيه اللي في اللي تولد عرض وطلب. فأتوقع أنه خيارك مع هواوي لهم وجود في السوق أكثر من سنة وأجهزتهم إن شاء الله مدعومة بشكل كامل لأكثر من سنة، فيمكن هذا الخيار الأقرب للواقع ما بين الاثنين. ليش أي سماعات لاسلكية تأخر في صوت الألعاب مثل ببجي؟ أنا عندي نوت 10 وسماعات البودز الجيل الثاني وسماعات جي بي إل وما في فايدة. أوكي لا، يبغالك تراجع مسألة الكونكشن اللي موجودة عندك، يبغالك تراجع الليتنسي اللي موجودة، يمكن في خلل في نسخة السماعة اللي موجودة عندك أو في خلل في المنظومة، لأنه المفروض التأخر في الصوت والليتنسي ما يكون وارد أبداً في هذول الاثنين اللي موجودات. لو كانت سماعاتك من النوع الرديء أو الرخيص أو تجارية بشكل كامل يمكن يكون في وجهة نظر، ولكن كل اللي ذكرتهم أشياء بريميوم المفروض ما تولد حاجة زي كذا. فحاول تجرب تغير الجهاز أو تغير السماعة مع أحد اللي حولك عشان تعرف الخلل من وين جاء. ويمديك كمان تدق على سامسونج، أرقام الاتصال موجودة أمامكم على الشاشة، وبينما تشوفوها كبشروا الشاشة، سووا سكرين كابتشر على الجوال. أقرأ السؤال اللي بعده، هل يمكن دخول فيروس من متصفح سفاري للآيفون؟ أرجوكم أعطوني لايك عشان يشوف. شفت أوكي، الحين لما نتكلم على فيروس يدخل مو بالصيغة هذه أبداً، نتكلم على فيشنج وير يدخل عن طريق سفاري، أشياء ضغط عليها فقدرت تتمكن تنبيهات ولا شيء على آيفونك. هذا الشيء وارد لأنه صاير في برمجيات خبيثة جداً كثير قاعدة تنتشر من مواقع تستهدف منظومة الاي او اس والماك او اس بكل تطبيقاتها، فيمكن هالأمر وارد، ولكن مصطلح فيروس لا، هذا يعني ما هو تقنياً صحيح. ايضا الشيء الثاني، وش اللي خليك تشك بهالامر؟ هل انت قاعد تدخل مواقع كثيره؟ هل انت قاعد تدخل مواقع وتوافق على اي شيء يجيك على الشاشه؟ هنا يبغى لك تنتبه ويبغى لك تاخذ الحيطه والحذر. ابغى اشتري جوال من الفئه المتوسطه بس ما اعرف وش اشتري، انا ابغى جوالي مشاهده الافلام والمسلسلات والتصوير، فايش تنصحني؟ جوالات الاي 51 A71 وايضا الاجيال اللي جت من نسخ اللايت من سامسونج، نسخ اللايت من نفس هواوي، او النسخ البريميوم من اونر او اوبو، كل هذه الجوالات تعطيك نفس الغرض. لو تكلمنا على السعر، إذا أنت حطيت في بالك 1500 ريال، إذا هذه الميزانية اللي موجودة عندك حتلاقي أنه نعم في خيارات كثيرة بنفس هذا السعر موجود فيها كثير مما أنت طلبت، ولكن السؤال مرة عام ولازم تخصيص أكثر. هل الشحن اللاسلكي يضرب البطارية إذا صار الهاتف على قاعدة؟ أبداً، ما في أي ضرر من ناحيتي، حيشحن الجوال، حيبقى الأمور طبيعية. من استخدامي لشواحن أصلية مع جوالات أصلية ألاقي الأمر جدا طبيعي وما في أي مشكلة بإذن الله. إيش أفضل بالنسبة لي؟ أخذ برايك، جهاز سامسونج محلي بمعالج الإكسنس أو أمريكي بمعالج السناب دراجون؟ من ناحية المعالج الأقوى في تحمل الألعاب والبطارية، يا الحمد لله الحمد لله أنك ذكرت هالنقطتين آخر شيء، البطارية والألعاب. حلو أوكي، صلوا على النبي. أوكي الحين إكسنس ونفس معالج كوالكوم في بعض الفروق ما بينهم بالإمكانيات اللي حيعطيك إياها، ممتاز؟ لو جيت أنا وخيرتكم لامبورغيني أو فيراري، هذه بمليون وهذه بمليون، هذه فيها شيء وهذه فيها شيء مختلفة، أيهم؟ ولا تصدقوا ولا واحد منهم، أو واحد منهم أو بلا صح، هذه اللي أقولها، اللامبورغيني سيئة جدا وما تسوى. للأسف هذا التنمر اللي قاعد يصير على معالج الإكسنس، لانه فعليا كل الجوالين كل المعالجين كويسه ممتازه، هي الجيل الجديد. اذا اللامبورغيني صكت 360 بالسرعه وهنا صكت 380، هذا لا يعني ان اللامبورغيني مو كويسه ولا العكس صحيح. فاذا كل الجوالين يعطوا اداء ممتاز لعامل 2020، اختلاف ما بين البطاريه والالعاب والطاقه وادارتها هنا اختلاف بسيط لمن يحتاج هذا الاختلاف. وأتذكر أنه في المراجعة الأساسية حقة الألترا سألتكم تبوني أسوي مقارنة ما بين الإكسنس
في الالترا 20 الاس 20 الترا او الاكسن او الكوالكوم اللي موجود في الاس 20 الترا ايضا، وقلتوا انه نعم نبغى هالشيء. وهنا ااكد السؤال، اعطونا لايك، اذكروا لي في التعليق الاول اللي بنثبته نعم نسوي هالفيديو ولا لا، لاني بيلي اشتري وهو استثمار كبير اكثر من 1200 او يمكن 1500 دولار تقريبا مع الشحن، اجيبه من برا علشان اسوي هالمقارنه وخلاص نوقف هالخلاف من نهايته. انتهى. لازم نبغى مراجعه على الريلمي اكس 2 برو باذن واحد احد، حنسوي المراجعه، بغيت اقول معارجه مره ثانيه، باذن الله بنسوي مراجعه اول ما يجي الجهاز. بعدها كيف حالك؟ اموري تمام؟ انت امورك تمام؟ نسال السؤال اللي هو ودك تتكلم على الفويس اوفر في الايفون، تتكلم على دعم الشركات ذوي الاحتياجات الخاصه، جميل جدا. نتكلم عن المكفوفين، وهذه احد الاشياء اللي نصحوني فيها بعض الناس، انه يبغالي ايضا لما اشرح الجوال وتطلع لقطات للجوال اذكر نصا وين موجوده الاشياء، على اساس انه ايضا اللي هم يسموهم المكفوفين يقدروا يشوفوا ايش انا قاعد اقول بدون حتى ما يشوفوا نفس الجهاز، لانه هيعرفوا من الوصف حقي. اخوي فيصل، بغيت اسالك هل دقه شاشه الايفون 11 تصل الى فول اتش دي ام لا؟ يا ليت لو تفيدنا، لان سمعنا انها توصل دقه الاتش دي 720. يس اتش دي هي 700، هو 900 وشوي. ايه 900 وشوي، مو اتش دي، هي 900 وشوي بس ما هي فول اتش دي 100%، ما هي فول اتش دي نفس الشاشه، وهذا حسب الاعلان والخصائص اللي طلعوها ما هي فول اتش دي، هي اكثر شوي من ال 720، فما تعتبر اتش دي، نوعا ما يقولوا اتش دي بلس، مو فول اتش دي بلس، اتش دي بلس عن الاتش دي العاديه. هذه الحلقه الوحيده اللي طلعت فيها ثلاثه ايه، واحده كانت كنت تقول سياره نهايه الحلقه وكل حلقه. اتمنى ان عجبتكم الاسئله والاشياء هذه كلها، دائما استفساراتكم واسئلتكم في محل الاعتبار ودائما اجيب لها الاجوبه، خليكم دائما مشتركين. وشوفوا الحلقه الماضيه اللي حطيت فيها اسئله كانت مثيره للاهتمام، لو تكلمنا عن اشتري ايفون قديم او لا، مجدد او لا، وايضا نهايه الحلقه وكل حلقه. اشوفكم على الخير باذن واحد احد. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.